انا سلمى سميتي انا هوني موجوده تويكا في المانيا اكزاكتومون في كولن اون فرونسي كولوني انا موجوده هوني خاطرني نعمل في اوس بيلدونغ تاعل ميديسين شفاخ انجشتلت تاعل ميديسين شفاخ انجشتلت اللي هي بيان سور عندها علاقه بطب السنين انا تويكا نعمل في اوس بيلدونغ يجمع ما بين تكنيسيان والاسيستونت تاع طبيب السنين. اول مره اللي حبيت نجي فيها لالمانيا ونعمل اوس بيلدونغ حاجه هكا فورماسيون بروفيسيونيل نلقى فيها روحي وكل شيء الحقيقه قاتلوش برشا في تونس. لقيت شركات اما من بعديك اكتشفت اللي 90% منهم شركات وهميه ومتحايله. من بعد حالفني الحظ ولقيت بوستينو مشيت لهم بحكم عمري قبل حكايه عام ونص التالي حكايه 32 عام. مشيت اول حاجه سالت عليها اسكو انا عمري 32 عام نجم نمشي نعمل اوس بيلدونغ في المانيا ولا لا. والحقيقه لقيت تشجيع من صاحب الكومباني والحمد لله انا توا عندي 6 شهور في المانيا. جيت هوني لو 29 مارس وبديت الاوس بيلدونغ نتاعي لو 1 افريل. بيان سور الواحد كي من الاول ياخذ ديسيجن باش يبدل حياته الكل ويجي لالمانيا بالذات مش سهله ومش صعيبه. سهله اذا انت فريمون عندك طموح تحب توصل لتحقه وتخدم عليه، صعيبه وقت اللي انت تبدا عندك طموح وبرشا عباد تقف لك في النص وتقول لك ليه وصعيبه وما نعرفش وما تلقاش شكون يوجهك بالصحيح وما تلقاش شكون يدز معاك وكذا. هذا هو اللي شفته. انا بالنسبه لي كي جيت لالمانيا من الحاجات مش نقول سهل ولا صعيب، اما من الحاجات اللي بالحق اكتشفت اللي هي مهمه برشا لين انا نوصل نحقق الحاجه اللي جايه على خاطرها، اللي انا لازمني نتعلم من تجارب الناس اللي كانت قبلي، مش لازم يكونوا توينسه، خاطر في المانيا ما شاء الله فما برشا اوسلندا، برشا يعني ماهمش المان من بلدان اخرين، نتعلم من تجربتهم. سي با لا بين باش نغلط باش نتعلم، لا تعلم من تجربتك، من تجربه غيرك باش تنجح. هوني اذا لقاوك تخدم بالكدا يقفوا معاك. إذا قوك إنسان سامحني جاي جوست عادي في وقت ولا وصلت لألمانيا سافا ما تنجمش تضمن حتى شيء. أنا الحاجة هذه اللي اكتشفتها بالحق تحب تختم اختم بالحق للآخر لين توصل اللي حققت. كونساي نتاعي للناس اللي تحب تكمل كاريرها في ألمانيا اللغة ثم اللغة ثم اللغة. اللي تقراه هو نفسه ممكن 70% منه تطبقه في البراكسس وفي في السبيتال، اما في الشارع فما حاجه اخرى، اونغانغ شبخاخ، لغه الشارع، اهم حاجه اللي انت تنتجري روحك مع الناس، بروميييرمون اول حاجه باش يتقبلوك عليها الناس هي لغتك، اخدم عليها من قبل ما تجي لالمانيا، كي تجي لالمانيا كي تخمم خمم بالالمان ما تخممش بالعربي، يمكن برشا في تونس ماخذين فكره على الاوروب وكل شيء، اما المانيا مختلفه على الاوروب. الالمان ياسر منظمين، ياسر ناس فاهمين رواحهم ولوين يحبوا يوصلوا، هذاك علاش نحن زاده لازمنا نواكبوا العصريه نتاع المانيا.